اهلا بكل مشاهدينا من جديد. من اجمل اللحظات اللي ممكن تمر في حياتك لحظه التكريم، خصوصا لما يكون التكريم ده هو تكريم بلدك بعد جهد سنين طويله. صحيح، انا متفق معاك جدا. احتفاليه امبارح كان فيها لمسه جميله ومهمه جدا. مصر فيها كرمت عدد كبير من سيداتها، من رموزها في مختلف المجالات. من بين المكرمات كانت الدكتوره حوريه مجاهد، استاذه العلوم السياسيه وصاحبة التاريخ الطويل في عدد من المجالات، منها المجال البرلماني، منها المجال السياسي، منها المجال المجتمعي. خلينا نبارك لها في عيد الأم، نقول لها ألف مبروك يا دكتورة حورية، وصباح الخير عليكي وصباح الخير يا مصر. دكتورة حورية صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، وكل سنة وحضرتكم وجميع المستمعين بكل خير. بحرك بقى في صحة وخير دكتورة. دكتورة، بداية لما نيجي نتكلم عن تكريم امبارح والفرحة والفخر باللحظة اللي حضرتك اتكرمتي فيها. بالنسبة لامبارح كان يوم جميل جدا، وفعلا يعني يوم ما يتنسيش. لا انا عايزة يعني انا عايزة تفاصيل اللحظة يا دكتورة، اتفضلي. سامعينك يا دكتورة، اتفضلي. ايوه حضرتك، طبعا هي كانت مفاجاه جميله جدا ان الواحد يعني يكرم من رئيس دولته في دولته، فدي حاجه جميله جدا اكبر من اي تكريم في اي مكان اخر. فالحقيقه كان يوم جميل وكان يوم لا ينسى، الحمد لله. طبعا. طيب خلينا نخش في التفاصيل. دكتوره حورية، حضرتك عضوه في جمعيه هدى شعراوي، عضوه ايضا في الاتحاد النسائي العالمي. كلمينا عن التاريخ المهم في مجال الدفاع عن حقوق المرأة حضرتك، يعني القضايا اللي تبنيتيها طوال فترة حياتك، وكانت سببك في يعني وقوفك في مثل هذا اليوم وحصولك على هذا التكريم يا فندم. هو حضرتك طبعا انا يعني التكريم ده لنتاج يعني تاريخ طويل من مش العمل عشان المرأة بالذات، لكن الإنجاز الشخصي وللدولة ده ممكن يكون التكريم علشانه. حضرتك أنا أساسا أول سيدة تتخصص في مصر وفي المنطقة الشرق الأوسط كله، مش بس المنطقة العربية، في مجال العلوم السياسية، وأول برضو سيدة تحصل على الدكتوراه من العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت أول رئيس قسم العلوم السياسية سيدة في مصر والمنطقة. يعني الحقيقة عملت حاجات كتيرة في مجال إثبات الذات وإثبات دور المرأة في المجال بتاعي اللي هو التعليم ومجال العلوم السياسية. ده بالنسبة للعمل بتاعي في التخصص. في نفس الوقت اشتركت في الاتحاد النسائي الدولي، وما زلت، فانا من تقريبا اكثر من 20 سنه، من سنه 98 وانا ممثل الدولي لجمعيه هدى شعراوي في الاتحاد النسائي الدولي، وده طبعا اقدم الاتحادات النسائيه على مستوى العالم، وكانت السيده هدى شعراوي عضو فيه حتى وفاتها ونائب الرئيس، وأنا توليت في عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة، وآخرها كان في ديسمبر اللي فات أو نوفمبر اللي فات، وعيد انتخابي تاني عضو في مجلس الإدارة بتاع الاتحاد النسائي الدولي، ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط. سي في محترم وقيم وكبير دكتورة العربية. حورية، لو قعدنا يعني ممكن نحتاج الحلقة في حاله علشان نتكلم عن سي في حضرتك وأدائك الفوق المتميز، لكن خلينا نتكلم بشكل أكثر شمولا في يوم عيد الأم. لو اتكلمنا عن وضع المرأة المصرية، احنا عارفين ان وضع المرأة المصرية طول عمره يتميز بالتميز والاختلاف والريادة، لكن شفنا فترة انحسار وشفنا بعدها الحمد لله عودة وبقوة. احنا شايفين التغيير ده، حضرتك قولي لنا القرارات اللي شفتيها امبارح شفتي فيها التغيير ازاي؟ انا شفت فيها طفرة كبيرة في مجال الدفاع عن المرأة وحقوقها. يعني الحقيقه هم اكثر من 10 او 12 قرار كلهم يمسوا المراه، سواء كان من في ناحيه المساواه وفي الاجور او الوضع الاجتماعي، ده همني قوي قوي
ان حتى الكلام بتاع سيد الرئيس عن المراه ما كانش عن المراه فقط، ولكن برضه مراعاه القاعد الاسري ومراعاه الجميع في القرارات. فدي تعتبر من الخطوات الهامه جدا، وشايفه في الفتره الاخيره ان في انجاز كبير بالنسبه للاهتمام بدور المراه، ونشوف تمثيل المراه في المجلس التمثيلي او البرلمان. يعني نلاقي ان لاول مره توصل النسبه لحوالي 26%، دي تعتبر نسبه ممتازه جدا ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده، تمثيل المراه في مجلس الشيوخ، ودي تعتبر برضو نسبه كبيره جدا. فالحقيقه الاهتمام بالمراه في كافه المجالات مهم جدا. القرارات بتاعه امبارح دي تعتبر قرارات هامه جدا وانطلاقه مهمه للمراه، بس على المراه بقى ان تستفيد من هذه القرارات. اكيد. ازاي على المراه ان تستفيد من هذه القرارات؟ يعني انا هقول لسيادتك على حاجه، يعني مثلا في كل مجال في تمثيل المراه كويس؟ صحيح. وزياده في النسبه، لكن العبره مش بمجرد وجودها كملون بالتأثير في المجلس، العبره في دورها نفسه والبصمه اللي هتتركها كواحده اعطيت هذه الفرصه في انها تثبت ذاتها وتثبت اهتمامها بقضايا الوطن وقضايا المرأة وقضايا المجتمع ككل. فالعبرة بأن المرأة تستفيد من هذا الإنجاز اللي أعطي لها. لكن إحنا كمجتمع مصري، وحضرتك حضرتك بتقولي أول أستاذة العلوم السياسية في تاريخ مصر وأول رئيس قسم العلوم السياسية في تاريخ مصر، وقت حضرتك ووقتنا دلوقتي أعتقد المرأة المصرية حصلت على مكتسبات كتيرة، منها مجلس قومي يحمي حقوقها، منها تمثيل قوي، الحاجات دي قدرت ان هي تحمي بالفعل المراه من ظواهر استجدت في مجتمعنا زي التحرش، زي مش عارف ايه، زي زي زي. بص حضرتك، هي القوانين نفسها في حد ذاتها مؤشر كويس بيعطي للمراه الفرصه انها تستفيد منها. صحيح. لكن العبره في نفس الالتزام والتصرف نفسه وتفعيل القوانين نفسها. فانا في تصوري المناخ مهيئ جدا للمراه. صح. انها تستفيد، مش بس المراه، المجتمع ككل صراحه، لان المراه مش بنتكلم عن المراه كمراه بصراحه، ولا بنتكلم عن دورها في مثلا تحقيق مساواه مع الرجل او غيرها، بنتكلم عنها كمواطنه لها دور فاعل في المجتمع. فالعبرة ان المرأة نفسها تقوم بهذا الدور. شوف حضرتك، البعض بيستغل مثلا الاجازات بانه يزيد من فرص ان هو ما يروحش العمل او ينتج او غير كده، لكن في نفس الوقت المفروض ان كل هذه التيسيرات ان احنا نستفيد بيها عشان نحقق شيء من الوطن بتاعنا والبلدنا باعتبارنا احنا عضو فيه، عضو منتج، مش مجرد ملون للموجود. اكيد يمكن احنا مجموعه القرارات اللي تم اصدارها امبارح دي تتماشى مع سياسه او خطه مصر للتنميه المستدامه 2030، فكره ان الدوله المصريه هي اول دوله تتبنى استراتيجيه وطنيه لدعم وتمكين المراه على اساس حقيقي وتطبيق ل القوانين والدستور بشكل واقعي. احنا شايفين ان احنا خطوات اخذناها، محتاجين نعمل ايه كمان؟ محتاجين ان المراه نفسها تقوم بدورها. يعني حضرتك الدوله مهدت لها وحطت القواعد، العبره بالتطبيق. يعني حضرتك دي نقطه مهمه قوي. يعني انا كون عندي مثلا فرصه في اني اخد مزية معينة، لازم ان انا اثبت نفسي في الموقع اللي انا فيه. اكيد. هو ده المطلوب. أكيد. لكن الدولة مش مطلوب منها تعمل اكتر من كده بصراحة. كل سنة وحضرتك طيبة، شكرا لوجودك معانا، نورتينا وشرفتينا. الدكتورة حورية مجاهد أستاذ العلوم السياسية، نورتينا، أهلا وسهلا. كلام عميق الدكتورة حورية بتقوله، وكلام في الصميم، وربما إدت روشتة اختصرت بيها يعني كلام كتير جدا حول المرأة. لو قعدنا نكتب مقالات ونعمل مش عارف سيرش في جوجل مش هنقول بخبرة ست فعلا
فاهمه قالت الدوله عملت، ناقصنا التطبيق، الكوادر لازم تبقى على قد المسؤوليه، لازم نبقى يعني اتحطينا في موقف نبقى قده. فاعتقد انها رساله كمان لكل امراه مصريه في موقع مهم، ان ده مسؤوليه مش جيلك، ده انت مسؤوليه جيل كامل من النساء المصريات انت بتحمليه على عاتقك. كعادتها المراه المصريه، كعادتها في تحمل المسؤوليه، كعادتها في بناء المجتمع ودعمه. اعتقد ان دي مش حاجه جديده على المراه المصريه. صحيح صحيح صحيح.